كشفت مصادر إعلامية أن مؤسسة البيان المملوكة لحزب التقدم والاشتراكية والتي تصدر جريدتي البيان وبيان اليوم تعيش على وقع فضيحة جنسية قد تعصف بصورة الحزب. وقالت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن بالدائرة السابعة لدرب السلطان بالدار البيضاء استدعت صباح يومه الأربعاء مسؤولا بشركة البيان في قضية تحرش جنسي بموظفة متزوجة تشتغل تحت إمرته. وجاء استدعاء المسؤول حسب ذات المصدر بعد أن وضعت هذه السيدة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعيد سمع بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي، أي قبل يوم واحد من اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين. وجاء في شكاية الضحية المفترضة أنها تتعرض منذ 4 سنوات للتحرش الجنسي من طرف المسؤول المشتكى به، وذلك من خلال محاولته الإغواء بها بشكل يومي وبكل الطرق لفظا وإشارة وتصرفا. وأضافت المشتكية أنها كانت مضطرة إلى تحمل ذلك بتجاهل تصرفاته وتعابيره أحيانا وبصده أحيانا أخرى لكن دون جدوى، قبل أن تضيف إلى أن المشتكى به وأمام رفضها الإنصياع لرغباته أصبح يعرضها إلى ضغوطات مهنية بدءا من إلغاء خطها الهاتفي المهني وتوجيه إنذار إليها وصولا إلى دحرجتها من كاتبة إدارية إلى أجيرة. وأضافت المشتكية أن ذات المسؤول أعفاها أيضا من مهامها وحرمها من حاسوبها ليستبدله بآخر غير قابل للاستعمال. هذا وتتوفر المشتكية حسب ذات المصدر على تسجيلات تؤكد تعرضها إلى التحرش الجنسي.